السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أنا سلام جديد معكم يا محمد من قناة وين كونكر. فيديو جديد من فيديوهات سيرفر راين كونكر. بصراحة سيرفر يا جماعة من كتر ما هو عجبني ومميزاته قوية جدا جدا جدا. طيب هنشرح هنا يا جماعة أهم المميزات اللي موجودة في السيرفر، يعني مش تقدر تقوي الشخصية بتاعتك، تقدر تلعب، تقدر تقوي الستاف بتاعك بلس وما إلى ذلك، تعمل التشي بتاعك على فكرة برضو آخر التشي هنا آخر التشي بس، فيعني زي كونكر القديمة بالظبط، حتى الجناح مش موجود فيه. فده مريحنا بصراحة، والبي 6 بس اللي موجود الصوم. عندك بيكي ريست لو انت البيكي بتاعك عالي، هنا كمان عندك العمود ديت تسيبه هانت بيضرب لوحده وبيجمع لك سي بي اس. عندك ايفنتات زي ما انتم شايفين اكستريم بي كي وما الى ذلك. عندك فود مانجر لو انت عايز تعمل تصويت، برضه تساعد السيرفر ان هو ينجح. اونلاين بوينت هنا بيديك كل حاجة انت عايزها عن طريق الاونلاين بوينت، يعني اللي هو ابو النقطة راينر باور اللي عندك في اي بي اكسبولات وما الى ذلك، لوتري تيكت. الالقاب هنا يا جماعة بصراحة الالقاب مميزة جدا جدا جدا، يعني احنا لو شفنا هنا لقب ولا حاجة لا خليها كده اللي هو بتاع لاف جوكر تراي زي ما شايفين، لا وحاجة شغالة يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة ممتازة جدا 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 زي ما شايفين. كل الالقاب الجديدة عندك كمان نظام الهانت ماب فلور 1 2 3 4 5 تمام، فهتلاقي كل الاماكن اللي هي بتساعدك ان انت كمان تعمل هانت للسبيس بس من غير فيهاش اي بيكي. شوب الجرمانات طبعا الجرمانات الكلاسيك الممتازة، طبعا كان افخم جرمان كان بالنسبة لي هو البلاك ستيل. عندك كمان غيره كان اللي هو الدارك ويزارد، الدارك ويزارد الجرمانات دي يا جماعة توب 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 بصراحة. عندك كمان هنا الافيلابل بوس اللي هي الوحوش كبيرة، عندك سنو بانشي موجود حاليا، يلا نشوفه. يا سلام على الذكريات يا جدعان، فاكرين لما كان في فروزن؟ يا سلام، لا 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 والله بجد ذكريات جميلة جدا 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 يا جماعة، بجد ذكريات يعني انا بصراحة اشتقت لكونكر لاين القديمة بالمنظر ده، عشان كده انا نسيت السيرفر ده بصراحة. انتوا فاكرين والمفاتيح يا سلام وحوش اللافا بيست، لو انتوا فاكرين الكلام ده يعني. طبعا لو كان معايا السرعة دلوقتي انا كنت اخرب الدنيا اكتر. يا سلام يا سلام زي ما تشوفين كنت بساعد بوينت، وكمان اللي هو الارمور بي 6 زي ما تشوفين الدلع. لا لا حاجة ممتازة يعني، حاجة متظبطة صح حاجة، وحتى كمان هنا فيها نظام الاوتو خلي بالك، برضو هنا فيها نظام الاوتو فايتنج زي ما تشوفين اهو تلقائي، يعني اللعبة هي تلقائي في كل حاجة. طيب من مميزات السيرفر تاني برضه هنا يا جماعة تاون سيتي نظام، طبعا ان انت لو عايز صفحة الفيسبوك بتاعتهم صفحة الويب سايت تمام زي ما انتم شايفين، قلت لكم على تحميل اللعبة، بعد تحميل اللعبة تحمل الكلمة العربي او الانجليزي اللي انت عايزه، انا محمل الاصدارين عشان خاطر اوريك اللعبة بالنسختين العربي والانجليزي تمام، يعني الناس اللي هي بتحب تلعب قهر بالعربي او كونكر بالعربي انا قصدي زي ما انتم شايفين. عندك كمان هنا يا جماعه المهمات الموجوده نوبلتي بي كي فاست بليد وسكان سورد، يعني فاكرين انت الحروب بتاعت زمان دي سبيد وور توب سبيشال توب مختلف يعني او توب خاص سيت وور، كمان سول اكسشينج لو انت عايز تغير بي كي ريورد، يعني بصراحه اللعبه الكلاسيك الممتعه جدا. يا سلام لو شلنا كده زي ما انتم شايفين، فاكرين انت طبعا السول البي 6 كان منظره ازاي؟ بصراحه رهيب يا جماعه، رهيب 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 رهيب، لا 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 الذكريات دي لا يعلى عليها بصراحه. انت عارفين ليه انا بتكلم بتاثر كده؟ لان انا عشت اللحظات دي، انا الحمد لله يعني انا في كونكر بقالي 19 سنه او 18 سنه تقريبا من اول ما اتفتحت في 2004 لما كانت نسخه تجريبيه، لما كانت لسه يا دوبك الاولد جامب بتاعته القديمه كانت النط القديمه خالص لدرجه انه كان بينط فوق سور يا راجل.
الوير هاوس مان. يا سلام يا سلام. عندك كمان هنا الجوب سنتر، فاكرين طبعا الجوب سنتر القديم زي ما شايفين فاكرينه. يا سلام يا جماعة، والله العظيم ذكريات تحفة، والله بجد ذكريات تحفة. هنا عندك اكس بي موشن، ده لو انت عايز اكسبات يعني عايز تزود الاكس بي بتاعك فعليك وعلى ده يا معلم ازود لك التلفيل بتاعك. بروموشن عايز مون بوكس سادلز مش عارف ايه ايمرالد الحجارة الخضراء الحصي المون بوكس عشان ده ترقياتك. ستارت بروتكشن لو انت كمان عايز بروتكشن، لو انت ليفل بتاعك مثلا 130 مش 140 وعايز تحمل اكس بي بتاعك عشان خاطر ما ينزلش. لا 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 يا جماعة بجد 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 اسطورة 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 اسطورة. سيرفرات يعني سيرفر اسطورة بجد، وذكريات الواحد حس ان عدى من عمره كتير والله بجد. اللعبة فول ممتاز وقوية جدا، اتمنى منكم انتوا تنزلوا اللعبة دي يا جماعة، هتلاقي الرابط بتاعها في الوصف. والله انا بتكلم بتأثر لان انا الحاجات اللعبة دي انا يعني عموما ككلاسيك سيرفر او كالنظام اللي انتوا شايفينه قدامكم دي انا عشته وجربته، فاللي حببني في اللعبة ومديالي تأثر كبير هو اللعبة بالمنظر ده. هتقول لي اي نعم دلوقتي في الالعاب الحديثة وبتاع، بس حاليا يعني بصراحة اغلب سيرفرات كونكر والله اللي نازلة حاليا حتى كونكر نفسها معتمدة على الجرافيك بنسبة 100%، يعني الجرافيك اللي هو شكل الأجنحة الإفكتات مش عارف ايه، الموضوع بأوفر يا جماعة، يعني الموضوع بأوفر. يعني انتوا لو فاكرين زمان يعني بص يعني السورد اللي بتضرب السكيل مش عارف ايه زي ما انتوا شايفين تروح تضرب كده تخش فيه مش عارف ايه، فاهمين ازاي؟ حتى الاستمانة اللي كانت بتخلص دي وفاكرين الوحش دي يا انا في مرة وقع لي دي بي والله العظيم في قبل كده وقع لي دي بي بجد والله. لا لا ذكريات بصراحة، انا بشكر جدا القائمين على السيرفر دي لان يعني رجع لي الذكريات بصراحة. تمام، وبالنسبة للاكونت دي ده اكونت يا جماعة بس انا طلبت ان انا اصور بيه السيرفر لانه يستاهل جدا جدا جدا. يعني انا عن نفسي ببتدي اللعبة زي ما انتم شايفين اهو من الصفر، ببتدي اهو بقعد الفلف في الارشر دي عشان البس القوس 130 لو انتوا فاكرينه، واقعد ادلع واظبط نفسي بصراحة يا جماعة. السيرفر لا يعلى عليه بجد، ذكريات جميلة جدا. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.